بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة لتعلم اللغة الفرنسية مع كتاب ليغي كومبوند. طبعا لازلنا مع الصوت أي الذي يكتب بهد الكتابتين، طبعا لحساب كل كلمة، ثم انتهينا عند هذه الفقرة كما نلاحظ. إذن كما رأينا غون بيغ إتاسي دون لو في فوتوي، إذا الجد أنه يجلس في الأريكة القديمة. il fume la pipe، إذا هو يدخن. il fume la pipe. René a offert à son père pour sa fête un portefeuille. René a offert à son père pour sa fête un portefeuille. C'est le verbe offrir comme nous l'avons déjà vu. Le facteur s'arrête sur le seuil de la porte. Va vite voir. La tante de Lulu vient de mourir. Sa famille est en deuil. Pour sortir le seau du puits, on se sert d'un treuil. Tout maintenant, avez-vous déjà vu un écureuil? Avez-vous déjà vu un écureuil? Avez-vous déjà? Avez-vous vu? Avez-vous vu? هل أنتم رأيتم؟ Avez-vous déjà vu? هل سبق لكم؟ أن رأيتم أن إكوغي سنجابا؟ Avez-vous déjà vu أن إكوغي؟ هل سبق لكم أن رأيتم سنجابا؟ أو بمعنى آخر، هل رأيتم من قبل؟ من قبل ديجا. Avez-vous déjà vu؟ ديجا يعني من قبل. Avez-vous déjà vu أن إكوغي؟ هل سبق لكم أن رأيتم سنجابا؟ Il a des dents pointues. Il a des dents pointues. هو عنده أسنان حادة. Pointe طبعا qui se termine par une pointe comme nous l'avons déjà vu. الذي ينتهي ب بجزء حاد. Une pointe. Il a des dents pointues. إذن هو عنده أسنان ليست حادة فقط، بل أنها تنتهي بشيء دقيق. Il a des dents pointues. Des petits yeux ronds. Des petits yeux ronds. Des petits yeux ronds. ثم عنده عينين صغيرتين رون دائرية. إذا نقول عن شيء بأنه رون يعني أنه دائري. ثم أن طبعا نقول روند. إذا il a des dents pointues. Des petits yeux ronds. Des petits yeux ronds. ثم عنده عينين صغيرتين دائريتين. دائريتين. غنزيدو لا اس ديال الجمع. اي اون لونغ ك. اي اون لونغ ك. اي اون لونغ ك. ايسي غوغادي لا سي سا ك. غوغادي سا ك. سا ك. اي اون لونغ ك. ثم عنده ذناب طويل. كلمة ذناب كلمة مؤنثة هنا. اي اون لونغ ك. إل في دون لي زارب. سي كال فيرب. سي لو فيرب. vivre هذا فعل عاش. il vit هو يعيش. اين يعيش؟ dans les arbres. il vit dans les arbres. اذا هو يعيش في الاشجار. les feuilles le cachent. les feuilles le cachent. طبعا راينا فيما سبق كلمه regardez là c'est la feuille. la feuille regardez ici c'est la feuille. la feuille دو لاب. إذا نتكلم عن ورق الشجر. هنا عندنا لي فوي الأوراق. لو كاش تخفيه. طبعا لو فيرب كاشي هو فعل أخفى. إذا المقصود هنا لي فوي كاش ليكوغاي. الأوراق تخفي. تخفي ماذا؟ ليكوغاي. ليكوغاي أنها تخفي السنجاب. إذن طبعا حتى لا نعيد كلمة سنجاب لأننا ذكرناها فيما سبق، حتى لا نعيد كلمة ليكوغاي لأننا نتكلم عنه هنا، نعوضه بهدله كما رأينا. لي فوي لو كاش. إذن الأوراق أوراق الشجر المقصود. لو كاش تخفيه. تخفيه هذيك هي هي هدله. لي فوي لو كاش. سولويسي ني با فاغوش. طبعا فاغوش المقصود بها أنه بار. ممكن أن تعني أنه بار
وممكن تعني أنه نافر، أو كما نقول يخاف، أنه يخاف، أنه يهرب. سلويسي هذا الأخير، سلويسي نتكلم عن ليكوغي. سلويسي هذا الأخير ني با فاغوش. سلويسي كما نقول هذا الأخير ني با فاغوش، ليس ضارا، وممكن أن تعني أيضا ليس بحيوان يخاف فيهرب. سلويسي ني با فاغوش. On peut lui donner à manger. On peut lui donner à manger. On peut يعني يمكننا. هذه on كما ذكرنا تعني بأن كل شخص peut يمكنه. On peut يمكننا lui donner إعطاءه à manger ليأكل. À manger ليأكل. On peut طبعا عندنا هنا le verbe pouvoir تصرف في le présent. On a le verbe pouvoir conjugué au présent. On peut lui donner à manger. إذن يمكننا إعطاءه ما يأكل. طبعا كما تلاحظوا الأفعال يمكن يسبقها لوي، يمكن أيضا يسبقها بحال لو. إذن هذه كلها ضمائر بحال تنشوفو هنا تتعوض لنا في هذه الحالة اللي عندنا هنا، تتعوض سينجاب، تتعوض ليكوغي لحساب الفعل. طبعا لحساب الفعل يمكن لنا نعوضوا هذاك الشيء بلوي، ممكن نعوضوا مثلا بلو، ممكن نعوضوا بكو لحساب الفعل. كيفاش على حساب الفعل؟ طبعا في اللغة العربية مثلا إلا خديناها كل فعل أنه يمكن يتستعمل بوحدو، وأحيانا يتطلب استعمال ديالو بعض الكلمات. مثلا أقول أنا ذهبت مع، أنا ذهبت مع فلان، لا يمكن أن أقول مثلا أنا ذهبت فلان، يعني كلمة ذهب تستوجب تكون مع هذيك مع. ممكن أنني أقول أنا ضربت فلان، لا يمكن أنني أقول مثلا أنا ضربت مع فلان. لحساب الفعل نفس الشيء في اللغة الفرنسية، عندما نأخذ هذا الفعل اللي عندنا هنا لو فيرب دوني، نعوض هذا لوي بالكلمة الأصلية. إذا ماذا نقول؟ On peut donner à l'écureuil à manger. On peut donner à l'écureuil à manger. لا يمكننا أن نقول مثلا On peut donner l'écureuil. إذا قلنا On peut donner l'écureuil، إذا المقصود به هنا يمكننا إعطاء السنجاب، يمكننا أن نعطيه، أن نعطيه لشخص ما مثلا. ولكن إذا قلنا مثلا On peut donner à l'écureuil، إذا غنزيدو هذيك أ، إذا المقصود يمكننا أن نعطي للسنجاب à manger ليأكل. لنعود إلى لو فيرب كاشي، إذن سنقول لي فوي كاش ليكوغي. هذا الاسم تيجي بشكل مباشر، لا يمكننا أن نقول مثلا لي فوي كاش أ ليكوغي، لن نحتاج هذيك أ قبل ليكوغي، على عكس مثلا لو فيرب دوني. لو فيرب دوني تيستلزم نزيدو بعض الأحرف مثلا. إذن طبعا حتى ملي تنعوضو، حتى ملي تنعوضو هذاك ليكوغي، إذن طبعا تيختلف لينا الضمير اللي غيعوضو على حساب كل فعل. لي فوي لو كاش هنا عندنا اون بو لوي دوني، مع العلم بان هاد لو وهاد لوي بجوجهم تيعوضو لينا لي كوغي. هذا سنتعود عليه طبعا مع الوقت. لي فوي لو كاش، سلوي سي ني با فاغوش، اذا هذا الاخير ليس ضارا كما نقول، او ليس خوافا. اون بو لوي دوني ا مونجي، يمكننا أن نعطيه ما يأكل أو ليأكل. كوتيانتيل طبعا لو فيرب تونيغ، لو فيرب تونيغ يعني فعل أمساك. إذا هنا السؤال كوتيانتيل، ماذا يمسك هو؟ دون سي بات، في رجليه. كوتيانتيل دون سي بات، كوتيانتيل دون سي بات، ماذا يمسك في رجليه؟ دينوا، دينوا، هذا السؤال هنا. دينوا، هل يمسك جوزا؟ جوزا دينوازيت بندق نو دوفيني، لا دوفيني، دوفيني المقصود بها تنبأ. أكيد أنه لا يمسك دينوا دينوازيت، إذن نو دوفيني، إذن لا مقصود أنه لا يمسك هذه الأشياء، إذن دوفيني، دوفيني. لو فيرب دوفيني أنك تتنبأ بشيء قبل حصوله، إذن دوفيني. إذن نعيد
Avez-vous déjà vu un écureuil? Un écureuil, il a des dents pointues. Il a des dents pointues, des petits yeux ronds et une longue queue. Il vit dans les arbres, les feuilles le cachent. Celui-ci n'est pas farouche. On peut lui donner à manger. Que tient-il dans ses pattes? Que tient-il dans ses pattes? Des noix? Des noisettes? Non, devinez. Un petit écureuil, les feuilles, le seuil de la porte, les feuilles, le seuil de la porte. Un petit écureuil. Un petit écureuil. Tout maintenant, les feuilles. Les feuilles. Le seuil de la porte. Le seuil de la porte. Ensuite, nous prenons ces images. Nous prenons la première image. Qu'est-ce que c'est? Nous posons la question comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est? Nous prenons cette partie-là. Qu'est-ce que c'est? C'est l'autre œil. C'est l'autre œil.
C'est l'autre œil. Ensuite, nous prenons la deuxième image et nous posons la question. Regardez ici, c'est la porte. La question que nous allons poser, bien sûr, concerne cette partie-là. Et dans ce qu'elle dit notre haut, est à la bête le juste. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On a la porte, c'est le seuil de la porte. C'est le seuil de la porte. Et dans le manette, c'est le bête. Le chat facile, bin, le kharij, ou le dakhil. Le seuil de la porte. Nous prenons la troisième image et nous posons la même question. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le fauteuil. C'est le fauteuil. C'est le mal Erika. Et enfin, on a la dernière image. Que représente-t-elle? C'est le portefeuille. C'est le portefeuille. C'est le portefeuille. إذا نتكلم عن حامل الأوراق. أحيانا نتكلم عن le portemonnaie. أحيانا نتكلم عن le portemonnaie. كما نقول حامل النقود. Le portefeuille. Ensuite nous prenons ce paragraphe. Ensuite nous passons à la marque du pluriel. La marque du pluriel. إذا كما نقول إشارة الجمع. La marque du pluriel. كما نقول إشارة الجمع. ما يدل على الجمع شي حاجة تدل على الجمع إذن سنرى طبعا في مجال الجمع عندما نتكلم عن كلمات وجمعها الجمع ديالها مثلا نقول هنا قلم الجمع ديالها هي أقلام إذن نقول أن ستيلو دي ستيلو إذن دي ستيلو نتكلمون عن الجمع إذن دي لاتر كي نو سو برونونس با إيسي نو زالون فوار دي لاتر كي نو سو برونونس با. Nous parlons des lettres qui s'écrivent mais qui ne se prononcent pas. نتكلم عن أحرف تكتب ولكن لا تنطق. Des lettres, أحرف qui ne se prononcent pas. التي لا تنطق. Comme S. إذا نتكلم عن S. أحيانا نجد بعض الكلمات نضيف لها S للجمع. لكن هاد S لا تنطق. نقول مثلا des poules grises. Des poules. طبعا نتكلم عن une seule poule quand on parle d'une seule poule إذا عندما نتكلم عن دجاجة واحدة طبعا une poule سنكتب poule بدون هاد S ولكن عندما نقول des poules alors là on ajoute un S on ajoute un S إذا في هاد الحالة نضيف S mais qui ne se prononce pas والتي لا تنطق للدلالة على الجمع إذا نتكلم عن لا مارك دي بلوريال إذا نتكلم عن دلالة أو إشارة إلى الجمع دي بوسان أون أجوت أن إس كي مارك لو بلوريال عندما نكتب دي بوسان طبعا نضيف إس بور ماركي لو بلوريال من أجل الإشارة إلى الجمع دي لابان عندما نقول اللابان كلمة لابان لا نضيف إس دي لابان ألوغ لا أون أجوت أن إس des lapins, alors là, on ajoute un S pour marquer le pluriel. Et dans nos S, les délala ala al-jama. Parfois, on trouve des mots avec ENT. On ajoute ENT pour marquer tout simplement le pluriel de ces verbes. Et dans nos sarifi'len, ma il avec S, ou elle avec S, et dans notre kalam an hum ou hunna. Hum ou hunna. Fad l'hala, nous def ENT. للدلالة على الجمع. لي بول طبعا نضيف اس كما ذكرنا هنا. اذا نتكلم عن الدجاج نتكلم عن كثير من الدجاج دجاجتين فما فوق. اذا نتكلم عن لي بول طبعا نضيف اس لكلمة بول للدلالة على الجمع. بيكور بيكور انا تتنقب بيكور طبعا لو فير بيكوري سنضيف له او ان تي لاننا نتكلم على الجمع. تنتكلموا على الدجاج بحال تنتكلموا على ال افيك اس اذا طبعا سنضيف او ان تي سنضيف او ان تي هذا طبعا في البريزون ثم عندنا لي لابا مونج اذا لي لابا مونج لي لابا مونج الارانب طبعا نضيف لها اس ايضا الخاصه بالجمع مونج نضيف لها او ان تي للدلاله على الجمع
طبعا للأفعال خاصة في البريزون وحتى في أزمنة أخرى مع إيل أفاك أس مع إل أفاك أس دائما نضيف هاد أو إن تي دائما نضيف أو إن تي ولا نقرأها لا نقول هنا مانجون لي لابان الأرانب مانج كأننا نقول هنا إيل مانج إيل مانج طبعا مع أو إن تي ثم عندنا إكس ثم عندنا إكس طبعا خاصة بالجمع نقول أن وازو بدون إكس هناك أسماء بهذا الشكل في المفرد لا نضيف إكس لكن في الجمع نضيف إكس ولكن هذا إكس لا تنطق نضيفه فقط للدلالة على الجمع إذا نقول أن وازو في الجمع نقول ديز وازو إذا نقول طيرون ثم نقول طيور طيور نضيف إكس بدون أن تقرأ هاد إكس إذا كانت مراها شي كلمة مبدوءة بإنفويل طبعا بإكس في الجمع إذا كانت مراها شي كلمة مبدوءة بإنفويل تنسمعو بحال زد في حالة الربط بين هاد الكلمة والكلمة الموالية اللي تتكون مبدوءة بإنفويل مبدوءة بأ أو مبدوءة بإي أو مبدوءة بأ إذا على كل حال مبدوءة بإنفويل إذا هنا فين غتسمع هاد إكس ديز وازو ثم عندنا ديسو ديسو رأينا فيما سبق كلمة سو بوغ سوغتيغ لو سو ديبوي إذا كما تنشوفو لو سو كلمة مفردة ما عندهاش إكس بوغ سوغتيغ لو سو ديبوي من أجل إخراج الدلو أو السطل من البئر أون سو سيغ دان تخوي أون سو سيغ دان تخوي أون سو سيغ دان تخوي أننا نستعمل هاد المانيفير في الجمع نقول ديسو ديسو نضيف إكس ثم عندنا أن غاتو أن غاتو بدون إكس دي غاتو نتكلم عن كعكات إذا طبعا نضيف إكس إذا هناك مجموعة كلمات أن تكون بهذا الشكل في الجمع نضيف إكس في المفرد نحذف إكس طبعا الأفعال بدون استثناء يعني أن تكون بهذا الشكل طبعا أغلب الأسماء الغير منتهية بأس أو بإكس طبعا في الجمع ديالها نضيف لها أس في الجمع نضيف لها أس ولكن بدون أن ننطقها إذا نستأنف الفقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.